يصلي أمام بيته بكل أريحية بكل أريحية أيضاً. شكرا لهمم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه الوجوه الحقوقية التي تذهب ضد التيار، ليس حبا في الذهاب ضد التيار أو المعاكسة، ولكن لأن هناك تيار حقا يأبى إلا نفسه وإلا هواه. في الحقيقة فرحتنا ناقصة بدون إطلاق جميع معتقل الرأي، معتقل الحركات الاجتماعية، معتقل السياسيين، وهذا ينم عن أن نضالنا وكساباتنا وحركاتنا يجب أن تستمر وأن تتضافر من أجل كنا نتمنى أن تكون هذه الخطوة طياً لهذه النضالات حتى تكون فرصة لنضالات أخرى للبناء، ولكن للأسف نحن يعني ما زال الطريق أمامنا طويلا، أعتقد ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن فيها الحد الأدنى من دولة حق القانون والدول الديمقراطية، التي يعني لا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم والأسود. وفي الحقيقة سولتي لنا الاعتقال، الاعتقال كان اعتقال قاسي، لأنه هذه الاعتقالات عكس الاعتقالات التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص، هي تستهدف الضرب في الجانب الأخلاقي. تعرفون أن مجتمعات محافظة مثل المجتمع المغربي الجانب الأخلاقي فيه خطير وخطير جدا. وهنا أذكركم بما حدث في العفو عن البيدوفيل كالفان، كيفاش أن الشارع المغربي انتفض ضد هذا العفو الخاطئ أكثر مما انتفض من أجل الحقوق السياسية والاجتماعية، وبالتالي كانت ردت فعل. هم يعرفوا الجهة التي فبركت اعتقالنا تعرف خطورة هذه التهم وطبيعة هذه الاعتقالات. هذا من جانب، من جانب آخر كانت تنكيل طبعا بينا وبعائلتنا، من جانب آخر ظروف الاعتقال، خصوصا بالنسبة لي أنا اللي قضيت 4 شهور و 20 يوم ديال الإضراب عن الطعام، بحيث أني فقدت 45 كيلو من 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 وزني، وكان كنت أنقل إلى المستشفى يعني تقريبا 2-3 المرات في الأسبوع، وهذا وكف أيضا شهر آخر، لأن جهات أخرى كانت تشكك في نضالياتنا في إضرابنا عن الطعام، كما شككت في ديما من الأخلاقية. طبعا النهار الحمد لله وفضل الجهود ديال المناضلين الأحرار مثل الرفيق المعتقل السياسي ووقف معنا سي حسن السباعي، بفضل هذه الجهود ديال هاد المناضلين وفضل الزملاء المستقلين النهار طبعا هذه الاكاذيب وهذا الجبل الزائف من الثلج النهار. نتمنى طبعا هذا الانهيار ان يعقبه طبعا فسح المجال لمغرب اخر يسع الجميع، مغرب فيه مغرب ديمقراطي، مغرب يحكم فيه الشعب وتكون السلطه فيه الحقيقيه فيه للشعب، وتكون فيه السلطه عبر مؤسسات حقيقيه تضمن كرامه المواطنين وتحمي المواطنين المغاربه من اجل من كل تعسف. عندي المدير الحبس قال لي لا جمع راسك، قلت له بلاتي تسنى واحد شويه زميل عجبتك، قلت له تسنى واحد شويه 4 سنين شارينا لا تقتلوا نجمع حوايجي وناكل واحد الشويه قتلوا ما خارجي. انا ضحكت معاهم قلت لهم ليت 4 سنين ولا عندك. لا لا ما تفاجئتش كنت عارفه صافي احنا فضحنا كل شيء. سولتيني على ظروف اضراب عن الطعام الذي وصل 4 أشهر و20 يوم، هو في الحقيقه هذا الاضراب عن الطعام مأساوي، لحظه مأساويه، ولكن الجميل فيه هو ان الطبيب ديال المؤسسه السجنيه اللي كنت فيها سجن عكاشه كان الطبيب يوميا كيدير التقارير ان هذا الرجل راه وصل 4 شهور كذا كذا، يوميا كيجي عندي كيشد فيا كيقول لي شتي انت الحاله ديالك اخطر من الحاله ديال احمجيق في معتقل الريف. كان دائما كيعطيني كيدير هذه المقارنه بيني وبينه اللي كان وصلت هو الحاله صعيبه منك، ولكن بالمقابل كيخرج تامك واحد العدد ديال الاذناب ديالو اللي كيشكوا في هذا الاضراب هذا. وللاسف حقيقه هذا الشيء هذا هو جزء من حمله الشهير التي طالتنا، حمله الشهير القادره، كانت معاناه حقيقيه الزميل العزيز.